يشهد العالم على مدى الزمان من المجرمين الذين نزعت من قلوبهم الرحمة ليقدموا على ارتكاب جرائم قتل عشرات الأطفال في مدارسهم أو ساحات لعبهم أو حتى وهم في أحضان آبائهم وأمهاتهم. والتاريخ الإسلامي يئن من هذه الجرائم الشنعاء. اقرأوا واقعة كربلاء، كيف قتل فتيان وأطفال آل البيت النبوي مثل القاسم بن الإمام الحسن عليه السلام وهو يدافع عن عمه، وعلي بن الحسين الأكبر وهو عطشان، وكيف ذبح عبد الله الرضيع من الوريد إلى الوريد وهو في حضن والده الإمام الحسين عليه السلام الذي قال: بعدا لقوم قتلوك وخصمهم فيك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.